السلام عليكم. اليوم حبيت نتفرجي معكم واحد الديفو في ان 5 دي سي في النوفو هذايا، او يخرج له بريسيون تيربو من جير دي بيرفورمانس. ما قالناش بريسيون طالعه ولا هابطه. المهم سيد، شحال عندك انت؟ عام هكذا عام وهو يجري وهم يحوسوا على البريسيون تيربو، علاش راهي ناقصه وهي العكس كانت طالعه؟ لا بروف هنايا كان يعمر. بون درنا دياغنوستيك تاعنا باش عرفنا بلي بريسيون بروبليم في البريسيون طالعه. ادخل لي فالور، دائما تدخل لي فالور. عندنا الكتروفان هذا فيه زوج برك، والتروازيام ما كاش، داروا له ديبريسيون انتيغري، ماشي كيما البيجو، ماشي كيما بزاف كراس، الديبريسيون تكون انتيغري. صبنا هنايا الصفايه هذه، كي دخلنا لي فالور لقينا يطلع ل 2700. تسمى بروبليم الناس كانت تحوس على بريسيون تيربو ناقصه، هو كان عنده بروبليم بريسيون تيربو طالعه ماشي ناقصه. صبنا الصفايه هذه اللي هنا الداخل موسخه، نقيناها له الحمد لله، راح له المشكل. يعني ردوا بالكم الصفايه اللي تجي هنايا عندها الشابون تاعها، او انا يتنحت تلقى واحد الفيتر لداخل يتنقى، انا نقيناه راح له البروبليم. هذه ان شاء الله تكون معلومه وصلت. السلام عليكم.